قولي من الأول. تلكان من مادتين مختلفتين. تلكان، يبقى دول مسائل مش سلك واحد، مسائل بتحتوي على سلكين. قلنا سلكين يبقى هطبق القانون، R1 بتساوي رو E1 في L1 على A1 وR2. يبقى أنا هعمل إيه أول حاجة ما دمت قال لي سلكين؟ أجهز أرتب نفسي كده في المسألة، R1 بتساوي رو E1 في L1 على A1، وR2 بتساوي رو E2 في L2 على A2. خلاص ده السلك الأول وده السلك الثاني، رتبت نفسي كده أول ما سمعت كلمة سلكين. أيوه كملي. طول الأول، طول دقيقة بس، إحنا كده كده عارفين إن الطول هو ال L1 وال L2، فال واحد ده طول الاول، يبقى كلمه طول الاول هترجمها اكتب ال واحد يساوي كام؟ ثلاث امثال. ثلاث امثال، ثلاث اضعاف، يبقى ثلاثه منه، ثلاثه من، ثلاثه من اللي جاي، الكلمه اللي هتقولها دي يبقى ثلاثه منها، ثلاث امثال مين؟ طول الثاني. طول الثاني يبقى احط ال اثنين، يبقى انا طلعت دلوقتي ايه؟ معادله اهي. دي اول معادله بتقول لي ان طول الاول ال واحد اهي، ال واحد بتساوي ثلاث أمثال طول الثاني. طيب وبعدين؟ ونصف قطر، ونصف قطر الأول. أهي دي بقى الناس اللي نصف قطر الأول، يبقى آر واحد وأقول ليه علاقة بآر اثنين، كام علاقتهم؟ تلت، يبقى تلت، تلت آر اثنين، دي المعادلة رقم اثنين. طيب ماشي، وإيه الثاني؟ ومقاومة الأول تساوي مقاومة الأول اللي هي R1 هتساوي مقاومة الثاني اللي هي R2، يبقى أنا عندي ثلاث معادلات. وبعدين مقاومة النوعية للسلكين، احسب إيه؟ النسبة بين المقاومة النوعية للسلكين. طب أنت بقى يا باشا، أنت أنت الدكتورة، لو أنا طلبت منك دلوقتي بعد العذاب اللي إحنا خدناه في الحصص اللي فاتت دي، إن شاء الله هتحلي صح، عايزك تطلعي لي ار اي 1 لوحدها في المعادله بدلاله الباقيين، يبقى ار اي 1 هتساوي ار 1 اي 1 على ال 1، يبقى انا اقدر اطلع، عايز اطلع قانون للمطلوب بتاعي، المطلوب بتاعي ان انا عايز نسبه اهو رو اي 1 هتساوي اهو، نرجع لفوق، هتساوي ار 1 اي 1 على ال واحد. طب رو اي اتنين، رو اي اتنين هتساوي ار اتنين، اي اتنين على ال اتنين. انت عايز تجيبي مين دلوقتي؟ يلا كمل معايا زياد، انا عايز اجيب المقاومة النوعية على المقاومة النوعية، رو اي واحد على رو اي اتنين، يبقى رو اي واحد على رو اي اتنين هتساوي كل دول على كل دول، اللي هي هتساوي مين؟ ار واحد اي واحد على ال اتنين المقسومة على، بدل ما القسمة دي هنحولها ايه احنا قلنا لضرب، يبقى هناخد دي ونشقلبها، نشقلبها ازاي؟ تبقى ال اتنين، ال اتنين على ار اتنين اي واحد، ار اتنين اي اتنين. خلاص كان ممكن اختصرت، كنت قلت ار اتنين، كنت قلت ار واحد على تبقى في ال اتنين على ار اتنين في ال واحد. لا ما ينفعش، هل ينفع اشطب ال1 مع ال2 ولا اي1 مع اي2 ولا اعمل ايه؟ حسب اللي هو مدهوني، هو مديني ار1 بتساوي ار2، اشطب ال1 مع ار2، لان المساله دي هو مديني ار1 بتساوي ار2، فهمني؟ يعني في المساله دي هو مديني ار1 بتساوي ار2، فعشان كده ينفع اشطبها، يبقى رو اي1 على رو اي2 هتساوي مين؟ اي1 في ال2 على ال1 اثنين. طيب هل هو هنا مديني مساحة المقطع؟ يعني احنا استفدنا بالمعادلة دي خلصناها. أيوة. هو مش مديني المساحة، لا مش مديني المساحة، مديني أوضح. ممكن نجيبها من ايوه من دي. نقدر صح، نقدر نجيبها كمساحة، وممكن نعمل حاجة بسيطة جدا، ان احنا نشيل الـ A1 ونحط مكانها باي R1 تربيع. والـ A2 نحط مكانها باي R2 تربيع، والباي تروح مع الباي، يفضل مين؟ يفضل R1 تربيع فوق في L2، وتحت يفضل L1 في R2 تربيع، كده أعوض تعويض مباشر تطلع المسألة. خلاص؟ إزاي؟ أهو إيه علاقة الـ R1
بالار 2 تلت، يبقى انا هشيل الار 1، هشيل الار 1 واحط تلت، تلت ار 2 الكل تربيع بي. طب العلاقه ال ال 2 ال ال 2 ال 2 بتساوي كام من ال 1 او ال 1 بتساوي كام من ال 2؟ خلي ال 2 وحط ال 1 بتساوي 3، يبقى انت شيل ال 2 يعني خلي ال 2 وهنا تحط مين؟ تحط ال 1، ال 1 شيلها وحط مكانها كام؟ 3 3 ال 2 3 ال 2 ما هي ال 1 هي اصلا، تمام؟ ار 2 ار 2 مين؟ تحت ار 2 تربيع. هعمل ايه هنا؟ اهو هكبرها اهي، ركز معايا، خلاص خلصت اهي. هعمل ايه؟ حركة بسيطة جدا، اطير الحاجات مع بعض. اطير ازاي؟ يلا مين يطير معايا؟ في ال 2 تروح مع ال 2 صح؟ الار 2 ولما اجي لما اجي لا اربع دي الاول، لما اجي اربع دي هتبقى كام؟ هتبقى تلت تربع تبقى 9، 1 على 9 ار 2 تربيع، وتحت في كام؟ 3 ار 2 تربيع، ار 2 تربيع تروح مع ار 2 تربيع، يفضل 3 على 9 9 على كانها 3 على 1 دي. لما تبقى شرط الكسر هنا ده قسمه، يبقى 3 على 1 لما تتشقلب فوق تبقى كام؟ 1 على 3، وانت كنت هتغلط فيها دي يا زياد، يعني المفروض دي تطلع 1، لان 1 في 1 ب 1، و3 في 9 3 في 9 بكام؟ 27 7.